غرباء غرباء غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن شاء الله بألفو كالقارتك يا عبد الله بن مبارك تاريخ إن شاء الله لما قد المكرى له عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي الله عنه تلك عالم عندنا بر بألفو أيتنال تمرتون يجمرو يا هيا أمت لج إيالنو يا هيا أمت إدمي إيالنو እንደነገርኳችሁ ባለፈው ላይ እንዳለፈው ረቢዕ እብኑ አነስ አልኹረሳን የሚባል ሰው የታስሮ ስለነበር ከሳቸው እስር ቤት በመመላለስ ወደ 40 የሚሆኑ ሐዲሶችን ሰምቷል። ከዛ በ141 ጅሪያ መዞር ጀመረ። አገሮችን ማዳረስና ዓሊሞችን መፈለግ ጀመረ። በ141 ጅሪያ رحلته للعلم رحمه الله ودا علم يجمره بعند متو 41 نو هجرية. يقول أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب العلم في الآفاق من ابن المبارك. أبو أسامة مبالوت سوي من لالو عند عبد الله بن المبارك أينت لعلم في اللقاء أجر يا درسة كأجر يهدى عند عبد الله بن المبارك أينت سو عليهم لالو. عندهم إمام الذهبي رحمه الله من إلال: ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان. عبد الله بن المبارك إلمن لما فلق مكاننا مدينة. عندهم شام مبالو سوريا أهون يلبس فلسطين جوردان باتك علي شام مبالالو إن لبنان إن جوردان إن فلسطين إن سوريا باتك علي شام مبالالو شامن باتك علي زرال مصرنم هيدوال جبس مالتنو عراقنم هيدوال جزيرة العرب النزيم متواجهو جلف ستيت مبالوتنم بالتقالي زرواجوال خراسان مبالو بقدم يتنقا قنو آقرو ان مرو ان ري النزي مساسلوت بزاري بافغان ان افغانستان باتقالي خراسان يبالالو يدرو سماجو مالتنو باهم ساعت سماجون سوشاليستوش يو قيروت يتو افغانستان ازباكستان تركمانستان ታጃክስታን የሚባሉ ሀገር ሲያም ያላቸው የድሮ ስማቸው ኹራሳን ነው። ይህ ስማቸው በአሁኑ ሰዓት እየተመለሰ የሚገኝ ሁኔታ እየታየ ነው። ኹራሳን በመባል ይጠራሉ። እና እነዚህ ሀገሮች በአጠቃላይ ዒልምን ለማድረስ ዒልምን ለመቅራት እነዚህ ሀገሮች ሁሉ ተዙሯል ማለት ነው። ስለዚህ ዒልም የሚፈልግ ሰው እንዲህ ከአንድ ሰፈር ብቻ ዝም ብሎ እንዲሁ እርፍስ አድርጎ የሚገኝ ሳይሆን ዒልም መሄድ ያስፈልገዋል። ዒልም ቦታ መንቀል መነቃነቅ ያስፈልገዋል። እና ለዒልም ጉዞ ዋናውና መሰረቱ ነው ማለት ነው። የቆሉ ኢብኑ ሐቲም ታዲያ ወደ ሌላ ሀገር ስትሄድ የሀገርህን ዓሊም ጨርሰ ነው። ታዲያ የሀገርህን ዓሊም ሳትጨርስ እንደዝም ብሎ መንቀሳቀሱ ሳይሆን የአካባቢውን ዓሊም ከጨረስክ በኋላ ነው ወደ ሌላ ቦታ የምትንቀሳቀሰው ማለት ነው። የቆሉ ኢብኑ ሐቲም ጀዓለ ኢብኑ ልሙባረክ ሩቡዐ ዱንያ ቢርሕለቲ ሊጠለብ ልዕልም። ኢብኑ ልሙባረክ ዱንያን አንድ አራተኛ ዒልም ፍለጋ ዙሮታል ማለት ጠውፎታል፣ አይቶታል። ዒልም ለመፈለግ ብዙ አገር አቋርጧል ማለት ነው። በአጠቃላይ ብዙ አገሮችን ተጉዟል ማለት ነው። ማረዋሁ ዒሳ ብኑ ዩኑስ የቆሉ ኩና ፊ አርድ ሩም። ዒሳ ብኑ ዩኑስ ባውሩት አርድ ሩም ውስጥ ነበርናሉ። አና ወብኑ ልሙባረክ እኔና እብኑ ልሙባረክ አርድ ሩም ላይ ነበርና አለ ይሄ ዒሳ ብኑ ዩኑስ። وربما استحيت من خدمة ابن المبارك عبد الله بن المبارك إن ما خدم يا زال عندي لقوامين فرس لقوام يزال يا أردنيال يا سكمتنيال يا غورسنيال ينكوا كبنيال يا سكمتنيال كذا يتيقنيال عن الحديث يتيقنينا يتفعل له بتعم قدمينا يا شيخ خلقت أما أنا لك أن تشبع عندها التقبم ما تشوهن متقبوهن إلوال يعني من السؤال والكتابة مسافنا متأيك متشيهن متأقبو بلو بمتأيك بتبزي. قال عبد الله بن مبارك فيقول: من يشبع من هذا؟ من يشبع من هذا يعني العلم كزه متأقمان الليل 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 كزه متأق
كان دزي يعني تنقر ميت أقب ما نال كعلم ما لتنا كعلم ميت أقب ما نال يميل ملس نبري ستو إن شاء الله. إيه رحلة إيه زورته مالت العلم في اللقاء يعد الرقاة في سدتوش سيهون علم اسمه مثل نبر علمه رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في سير قال حديثه حجة حديثه حجة بالإجماع وهو في المساند والأصول. حديثه إلى يا عبد الله بن مبارك حديث إلى الإمام الذهبي حجان مالت عبد الله بن مبارك راس حجان مالت حجان بلوميلو ما أرد بإلم الحديث من دنه وهو من بلغ في الحفظ بحفظ تلك درجة درسة يا إتقان يا إرقيت أنيا إمهن إتقان بإلم بدن بارغو متقين يهون سو إرقيت أنيا هنا لم يورو حديث للأحادث مبلغا أدراش هنو بزيون إتا صار بحجة عند الناس بسوي زمد مرتو هنا البكا مالت في الجرح والتعديل إيه إنك ليترو نكلي وشو تام ناتشو إساسات اللو أرجي توني أورت عند زين في الجرح بال تعدل ما ترم النكلي ترناتشو بتام حافظوش ناتشو ثيك أناتشو عند زين دزبلو من ناقر والتصحيح حديث صحيح والتضعيف وحديث ضعيفنا إيالة وجاب وجع إيالة مورات درجة يد درسنا إلى الإمام الذهبي حجة يملون عندنا رلو مسيو سفوت سوس متوشي حديث بك اللالو متننا اسكن سندو متننا لقنا حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان يالو بسند اتك علي محفز من اسبل الحجة اسبل حافظ كملو درجة يبلتن وهو اعلى من الحافظ مرتبه ستاي حافظ كملو مرتبه بلين سلزي ما مذهبي من الوال حادثه حجة بالإجماع وهو في المساند والأصول سلازي سوي حجة لما بال بقال لا لسوس متشهدي سوتشن اسكن متننا اسكن سندو اسكن بياش درس مدرس يميشل وقتي على لو مالت يحفز مالتنا سلازي عبد الله بن مبارك عند زين السونا برندي سنة وقال لا لسوا على مهونه إمام الذهبي سنقر. فأنا عبد الله بن سينان قال قديم ابن المبارك مكة عبد الله بن سينان يبالو عبد الله بن مبارك عندي مكة متالي وأنا بها بزا ساعات أني مكة وسط نبركني تادي عبد الله بن مبارك قدام جرسو ودا قالوا لما اللسل فلما خرج شيعه سفيان والفضيل سفيان ابن عوينة يمكة وشيخنا فضيل ابن عياد يمكة زاهد عالم الشنيان يتادر قلت قدام جرسو بمير بسات الشنيان يتادر قلت رحمهم الله جميعا هلنم الله ما راجونا. وقال أحدهمها كولت عندك عندني ولا هذا فقيه أهل المشرق أيها تي سؤال إيه يا مسرق وش أواكين ولا يا مسرق سوتش عالم ولا دلاني ودمو. وقال الآخر هذا فقيه أهل المغرب إيه دمو يا مغرب وش عالم ولا بدي النزي ولا تلا لك عادي مش لذي عالم من هال مسكرنة يسطن دونه يمتايبتني تلا عندهم نعيم بن محمد أمي بارد شيخ من لالو كان ابن المبارك عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته بيت بتشاون مكمت يا بزانا بر فقيل له تبع لالو عبد الله بن المبارك الا تستوحش بزاري انا قادر اي دبرهم اسلكم بتشان استقمت يميل طياقي يتيقنا. فقال كيف استوحش انديت يدبرنيال انديت لا استلان يشلال وانا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نيك الله ملك تنيانا كسبال دربوش قال هني انديت يدبرنيال انديت يسلتشنيال يميل ملسن يسدو لمن نبي صلى الله عليه وسلم حادثا بما يجزي يغزو مع غزواته ساتو سيزمتو أبرو يزمتال سيسدتو أبرو يسدال سيدستو أبرو يدستال سيسكو أبرو يساقنا سيازنو أبرو يزنا يهن تاريك يا بمعنى بتجزي بندزاينة حال سلونا على انديس لي دبرو يشلال مالتنا سلازي كتاب طرق ودنيانو ميبالو عبد الله بن مبارك تتقبو بطال مالتنا خير الجليس ويمتروا كمامات طرق ودنيا مسعفنو ميبالو مالتنا
قال العباس بن مصعب، عباس بن مصعب مبال سوية سيناقرو، جمع عبد الله ابن المبارك الحادث والفقه. عبد الله بن مبارك حادثا انك قوياك نبر فقهنم عنده بتان نبر مياكو عربية مبالون بلاغة منطق نحو صرف عارض النزين نقلوشين بتام نبر ميشلاتشو وأيام الناس تاريخنا بتام ميشل نبر إلال والشجاعة بزيم دمو جغنا نبر والسخاء سج نبر لسوش بمستط يتاوكال ودفيت جغنا نتنم سج نتنم من نايبتون يتاينور والتجارة نقاديم نبر سراو نقد نبر والمحبة لسوج جوج فكر نبر ولا وادو يجو أفكاري نبر. قال الطيالسي، طيالسي من إلال محمد بن داود الطيالسي عبد الله بن المبارك إلال هو أمير المؤمنين بالحديث. عبد الله بن المبارك بحديث أمير المؤمنين نو من دنو أمير المؤمنين أمير المؤمنين مبالو بحديث ما أرقنا حافظ ما أرقنا حجة ما أرقنا محدث ما أرقنا كان نزي ما أرقو جس طيالسي يسطو من دنو آمير المؤمنين نو يميلون السبب كام سهون أن يحب نمعينم للو كام سطو تال آمير المؤمنين مالت من مالت نو سيجمل آمير المؤمنين يميلو ما أرق بعلم الحديث من مسلال آمير المؤمنين في الحديث لقبنو هذا لقب يلقب به أئمة الحديث يا حديث مورانوش يا حديث ساينتستوش يميتر ربط سمنو ما أرقاتشونو الذين هم في أعلى درجات توثيق تلق يا علم يا حديث وكاتي على شو مالتنا تلق مرتبة كون شو يدرسو وهم النقاد نسو هي أدلم بلو سوچن كريتسايز مالت لكاد لا شو يميلو ناتشو أئمة الجرح والتعديل ناتشو يا جرحنا يا تعديل يميسر سوچن ينسو مريوش ناتشو الجهابذة يتهو مرتوش ناتشو من علماء الحديث كحديث سوچ لذا يسلون ما أرغاتشو لم يذكر بهذا اللقب إلا القليل جدا من العلماء كأولموش تنس سوچناتشو يزيه ما أرغ بالبتيونوش كما قال إمام السيوطي في ألفية الحديث في ألفية الحديث من وبي أمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا بأمير المؤمنين تتروا أئمة الحديث ناتشو بدروك زي تتر توالي لك. قال الشيخ أحمد شاكر، أحمد شاكر مالت قبطاوي تعلق عالم محدث ينبره بكر بازي بنيا زمن يالفو شيخ ناتشو من الالو الله إذن الله شونا إهن قتم وبي أمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما أو قدما نسبوا ملون وإن قدما نسبوا ملون منالو أطلق المحدثون ألقابا العلماء محدثوش العلماء متلا ما أرقن أسكم طول فأعلاها تلقوا يا محدثوش ما أرد أمير المؤمنين في الحديث مبالنا في حديث أميرنا بمؤمنوش مرينا بحديث كتبالا إيه بمحدثوش زندا تلقوا ما أرقنا وهذا لقب لهم تلق متلا يتونوا يظفروا به إلا الأفذاذ تللقوش مرتقوش ناتشين مياقينيوت النوادر أنان تكت يونوت الذي هم أئمتو هذا الشأن يزيه قداي بالبيت يونوت لو ودن نسوم سوچ مرجع ناتشو سوچ ودن نسوم ملسال لامسالي عند شعبة بن الحجاج سفيان الثوري إسحاق بن راهويا وأحمد بن حنبل والبخاري والدار القطني عندهم كمتأخروش لال أحمد شاكر ابن حجر العسقلاني يمثله إلى ينقلي من دونه مالتنا يا أمير المؤمنين بالحديث ما أرق ينقلي عبد الله بن المبارك كذي تعلق يا محدثوش ويمدمو يا حديث سوش تعلقون يمشي شان كنچو يهونو ما أرق يا غني تعلق عالمنا. يقول إمام أحمد رحمه الله لم يكن في زمان المبارك أطلب للعلم بابن المبارك زمن عند ابن المبارك عينت يلمن لما فلق جتن كساكسنا فلاغوت ياساي عند عبد الله بن المبارك يلم الى الامام احمد شام لا عند يتبال الى كم تطلب العلم ارس كم تشنو يهن اوقات يهن علم
يموتين لما تيزو اسكما جنو بلو تايقوت قال الى الممات اسكما مدرس سكتل بتالو على ثم قال يهم بچاولو التناقرم على بكم كزام على عليه سيقال له يعني لطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر لطالب العلم كل نقر استغفار يدر قلتال بحر استيالو أصحابك إن كان سايكروا دعاء يا رجل الله تعالى استغفار يا رجل الله تعالى آل تبع لمنه ألا تشوف أفل هذا نترك أفل هذا نترك إهنا النتو دي تبع علم النتو تلنا لا تشوف لمن نتو عن نتو يلا يتناقض ربط نتنبر ابن حبان من يلو نبر خصال الخير يا خير نجر باتك علي ما قالت عوج كعبد الله بن مبارك لي تسب سوال ولم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها دنيا وسط باتك علي بس زمن أهل العلم يتبالو تلو باتك علي بنبر بزمن ده عبد الله بن المبارك أينت خير النجر يتسب السبب بتسو عليه ملالو ابن حبان أسفقات مبالك تولاتشو ذا كتابة شولي السيقات لابن حبان. وقال النسائي رحمه الله إمام النسائي دمون لالو لا نعلم في أصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك بعبد الله بن المبارك زمن أنكم يتلاك أن يتكبر عند عبد الله بن المبارك أن يسوى أنكم لالو ولا أعلى منه كسم يتشاكف فعل سويلم ولا أجمع لكل خصلة محمودة يتمسك جنيونا ترون نجر باتك علي يسوي السبع عند عبد الله بن المبارك أين السو على ينمي له التهذيب التهذيب لي عندهم أحمد بن سنان من لالو قال بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد عبد الله بن المبارك حماد بن زيد لكن أتى سيمة أبتل مجمر سمون مالتم كنا سيوكو كزاد إن تماري إن عبد الله بن مبارك من أين أنت بلوي تقول يتهاجر نعم تاو قال من أهل خراسان يا خراسان سونا يلون قال من أي خراسان خراسان كوسفينا وكيتين يا خراسان يلون قال من مرو مرو كم تبالو بوتان يلون قال تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك مبال سونا برتاق قال له نيلون قال نعم أو قال له قال ما فعل عنده وندث هنا يسوي يندث نو يلول قال هو الذي يخاطبك هيكم التورون عبد الله بن مبارك لول قال فسلم عليه سلام دغنا يلولنا ورحب يمكن كما مالت يا قربوا له دسو ودسو استقال وحسن الذي بينهم كذا بالناس مكاكل يلون يا سامر لتل يا كبروال ترو ارغو يزول مالتنو تاريخ دمشق قدي حماد بن زيد نون زياد رقميزو نباتك علي عبد الله بن المبارك بتعام يمي قرمنو لزينو أبو نعيم حليا كمي بالمسحفات شولاي سيوسفوت من الوتال السقي الجواد الوتال آنس القرآن والحج والجهاد ماله مشارك وفعله مبارك وقوله مبارك عبد الله ابن المبارك ابو نعيم من يلتل السخي الجواد سجو شرو آني في القرآن قرآن بتآم يمي كرا كله قرآن قرم ما يلي الحج والجهاد جهادنا حج يميود عندامت حج عندامت جهاد ماله مشارك عند ياجوت كنزو يقران ويهزبنه وفعله مبارك سراو عند سماچوت يتباركن وقوله مبارك سراو عند سماچوت نغغرو مبارك عبد الله ابن المبارك سلازي انزي سماچون بمن دغاغن بمن ترابت بزي زنبلنا لمن تراچو سو يقواس تچواچوچن سمنا معرض بقطرو قطر يمياغنيو دموزاچون يميبلوچن انديميغزوتن بيت ياغبواتن ميست انديوم يتلاقي نجار بمين نجار وجزي سويتش نزي سويتش ودواتشو نسون عندي مسونو نعم بزي قدي بمن نورا بتجزي نزي هنا سويتش تاريخ راسون سلمي دكم عندي
መጡና ልጆቻችን እኛ መሆን ቢያቅተን ልጆቻችን ወደ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲሆኑልን ነው ኢንሻአላህ ዛሬው ከዚህ በቃናል በቀጣዩ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ይሁንላችሁ ወቢላሂ ተውፊቅ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زماناً يوم كنا سعداً